عم تلعب بتليفوني مرة تانية؟ أعطيني. ضب دفاترك هلأ، يلا بسرعة يمكن وصل الباص. فخورة فيك أعجاز، لأنك أخيراً سمعت كلامي. اليوم بداية جديدة لإلك ويوم جديد. أنت اليوم جاهز لتصير مستقل، بتمنى تتعب على حالك وتفرج الكل قديش أنت شاطر وموهوب. بحبك كتير. مرحبا سيد آجاي، شو أخبارك؟ حذر، شو عرفت عن طريق الصدفة إنه اليوم أول يوم شغل لإلك، لهيك حبيت حاكيك حتى أتمنى لك التوفيق. آجاي عن جد شكراً كتير لأنك سمعت كلامي. بتمنى لو كنت موجودة معك بهذا اليوم لحتى وقف جنبك. شكراً سانجانا، أنت عن جد صديقة غالية علي. صديقة؟ بس عندي طلب، إذا بتريدي ما بقى تحاكيني، كمان ما تحاولي تلتقي فيني أبداً. فهمت، الواضح إنه آجاي لسه زعلان مني لهلأ، بس مو مشكلة، أنا بعرفه منيح، ما رح يضل زعلان مني كتير. بعرف منيح كيف أقنعه يسامحني، ما رح أتعذب معه أبداً. أنا بوعدك آجاي إنه لو شو ما صار ما رح خليك تطول وإنت زعلان مني لهالدرجة. ماشي؟ تعرفي شغلة يا أمي؟ أنا ما عجبني أبداً اللي قاله بوشان، ما كان لازم يحكي اللي حكى. ما بعرف شو عم يصير معه، بس بابا تصرف الصح وخلاه يفهم. أحسن شي منعمله هلأ إنه نسامح آجاي. إيش ريا، بس بوشان معه حق، هو ما قال شي غلط. بغض النظر إذا الواحد كبير أو صغير، القواعد لازم تتنفذ على الكل بدون استثناء. طيب أنت ليش ما قلتي شي؟ ما كان لازم تتدخلي يعني؟ ما عم أصدق أبداً، أنتوا لسه ما تجاوزتوا الموضوع؟ فكرت القصة خلصت؟ هاي الأمور بتضل تصير بالعيلة، عادي لا تعطوا الأمور أكتر من حجمها. بتعرفوا لسه قدامنا شغل كتير. قولي لي إيلايتشي، شو بدنا نشتري لأفني؟ لازم نجيب صيغة مرتبة. بس ما صار لنا زمان جايبين لصيغة، كمان هي في عندها صيغة كتير، مشان هيك ما بتوقع في داعي نشتري لها شي جديد هلأ. أوه، كنت نسياني إنه اشترينا لها عقد. طيب، معناها الأمور تمام. لو سمحت بدي نص كيلو حلو الزعفران. جاندو عبيلة حلو الزعفران.